أفضل وسيلة للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في هذه الظروف هي الزواج وإنجاب الأطفال داخل حدود فلسطين التاريخية. لعلها مقولة فلسطينية قديمة تتوارثها الأجيال منذ النكبة التي مر عليها نحو 67 عاما. عرس جماعي في غزة بتمويل من صندوق الزواج في الإمارات العربية المتحدة. الفكرة بسيطة وتلبي حاجات الشباب في قطاع غزة المحاصر الذي يشهد أعلى نسبة كثافة سكانية في العالم مقارنة بالمساحة. أنا بالنسبة لي شخص ما كنتش أحلم يعني أنه هو الحلم الطبيعي للشاب في غزة أنه يشتغل ويتجوز. أنا بالنسبة لي ما كنتش لا عندي أمل لا أشتغل ولا أتجوز. شباب وشابات عاطلون عن العمل ولكن الترابط الأسري يحتضنهم ويساهم بإعالتهم ريثما يجدون عملا وينطلقون بحياتهم الأسرية. صار العرس الجماعي هذا كتير فرحنا وكتير عطى أمل لكتير عرسان أنهم يقدموا في حياتهم الزوجية. حصار وحروب ومنازل مهدمة إلا أن ذلك لم يمنع أهالي القطاع من ممارسة حقهم بالفرح والزواج كما لم يمنعهم من إقامة أعراسهم الجماعية فوق أنقاض أحيائهم وحواريهم. ويضم هذا الحفل 400 شاب وشابة وكل عروسين سيقدم لهما مبلغ من المال يكفي لبداية حياة جديدة ولو كانت في وطن مجروح.